7 ميزور. احكي لنا على الفيتشرينغ تاعك مع يوبي كيفاش كان. بون الفيتشرينغ تاعي مع يوبي ديجا لا كونيسونس تاعي مع يوبي كانت في زنيقه ار تلاقينا في هذاك ليفينمون في بليده كسرنا كذا منا بدو باصا لي لانفيتاسيون ماشي على الفيتشرينغ باصا علي باش نكون عنده ضيف دارهم هادي صافي بليزير في جونتي مي كنت نرفع ونحاسبوك كرهنا لا فيدا حبينا الموني ونفرحوا الواليد ما كي رحت لعندو البويرة وقصرنا كده ثم تمونطع وحده الفيتشورينغ ثم أنا طلقت انسترو اللي كنت موجدو ديجا كنت خادم له غير الرفران بعد هو بدينا نكتبو فيها حبة حبة هو بدأ يكتب كوبلي تاعو ومدى أنا كتبت كوبلي تاعي ومدى مونطيناهم كيف كيف ومدى بدنا سيبريمينا صوالح عدنا جدنا صوالح عدنا بدلنا الانسترو ثم طلعت فيها خدمة عشناها شغل عشنا الفيت هذاك فريمون عشناها استوديو اللي سجلنا فيه سجلنا عند الي برود البيت كان فاس بي جبناه من اليوتيوب بروبوزه لنا الي برود ثماك في استوديو الكليب خدمه لنا احمد الدكالي بيدي ديكاس لي خدم طونكو كادرور هو ونسيم والبوق اللي نبلغ لهم تحيه مير مونتاج مونتاج خدمه زهير عماره خدمنا كليب عرسه شابه عشنا لي كوليس تاعها تمرمدنا شويه ما رقدناش ليل كامل جيب هادي دي هادي دي بلاسمو كدا جيب عفايس كدا مي عشنا المومو هذاك عشناه بيان صافي بليزير